سورة سيدنا هود عليه السلام. آية 77، سورة سيدنا هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. آية 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا، قراءة أبو عمرو البصري ولا إيه؟ رسلنا بتسكين السين هكذا، اللي هو الدوري والسوسي. سيء بهم المدنيان والشامي والكسائي، يشموها همزة، يشموها ضمة، يشموا السين ضمة، يقول لك سيء بهم، سيء بهم، والإشمام حركة الشفتين للضم، يقولوا إيه؟ سيء بهم، والباقيين من غير إشمام، سهلة. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. رسل سيدنا ابراهيم اللي جوله بالبشرى هم نفسهم اللي سابوا سيدنا ابراهيم وطلعوا على ايه؟ قريه لوط على طول بعد. اللي هو قالوا كان سيدنا جبريل وسيدنا اسرافيل وسيدنا ميكائيل، قيل ذلك. الله اعلم. لكن سيدنا جبريل 100% كان معاه. هو اللي، لانه هو اللي طربق ايه؟ قرى قوم لوط. ولما جاءت رسلنا، جايين في صورة ايه؟ بشر، رجال في ايه؟ في صورة جميلة. سيئة بهم، ليه بقى سيئة بهم؟ لأنه في قومه كانوا بيأتون الذكران من العالمين، فخاف على ضيوفه ايه؟ قومه يكسفوه معاهم وياخدوا الضيوف يعملوا معاهم الفحش. عشان كده سيئة بهم يعني ايه؟ خاف عليهم. جايين في صورة رجال جمال، وقومه كانوا عندهم داء يتركوا النساء ويأتون الذكران من العالمين. هذه سبب أنه سيء بهم، يعني أساءه مجيئهم مخافة، لأنه لم يعرف أنهم ملائكة، هو ظن أنهم بشر. فعلشان كده خاف عليهم أن يحدث لهم سوء وهم ضيوفه فيساء بذلك. هذه سيء بهم. وضاق بهم ذرعا، يعني ايه؟ يعني لم يستطع انه يخفي هذا ايه؟ هذا الخوف، لانه قال ايه؟ وهذا يوم عصيب، احنا اصطبحنا بوش مين النهارده؟ ده يوم صعب، واخد بالك؟ عصيب، اصل عصيب هو تعصيب الشجره عشان يضربها الراعي يوم ينزل ورقه، يسموه الخبط، ثم اطلق بعد ذلك على كل امر شديد. اي امر شديد يسموه امر صعب وعصيب، جاي عصيب معصوب يعني. اتفضل يا سيدي. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، ايوه، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل. انت اثبتت الياء وصلا، ده قراءة البصري وابو جعفر، خد بالك، اللي يقولوا ايه؟ ولا تخزوني في ضيف، يثبت الياء وصلا لقراءة مين؟ البصري وابو جعفر. لكن احنا بنقراها دلوقتي قدامك، ايه؟ اقرا اللي قدامك، ولا تخزوني في ضيفي بغير ياء. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. نعم، يعقوب هيثبت الياء وصلا واقفا، هيقول ولا تخزوني، لو وقف، ولو وصل برضو يثبت الياء، ده يعقوب الحضرمي يثبت الياء وصلا واقفا. لكن البصري وابو جعفر يثبت الياء وصلا فقط، لكن لو وقف يقول تخزون بغير ياء، وباقي القراء بغير إثبات الياء، لا وصلا ولا وقفا، لا باقي القراء.
وجاءه قومه يهرعون إليه. عرفوا أنه عنده ضيوف جمال. عرفوا منين؟ من زوجته، زوجة إيه؟ لوط. شافتهم كده عيال جمال كده شو، راحت لقومها قالت لهم ده لوط عنده رجالة ما شفتهمش قبل كده، فهم؟ فلمت عليه إيه؟ القرية، لأنها كانت خيناه، زوجة سيدنا لوط خانته، يعني إيه؟ يعني لم تجبه في دعوته، وكذا إيه زوجة سيدنا نوح لم تجبه في دعوته. أدي معنى الخيانة، مش الخيانة أنا كانت بتزني، لا، عرض الأنبياء لا يمس، ولكن الخيانة في العقيدة. فطبعا أول ما عرفوا الخبر جليوا على سيدنا لوط. سيدنا لوط وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني يجروا، يهرع يعني يجروا، ومن قبله يعني عادتهم قبل كده أنهم كانوا يعملون السيئات في الرجال، يعملون السيئات يعني يأتون الذكران من العالم. فلما قولوا قال لهم إيه؟ قال يا قوم هؤلاء بناتي، يقصد إيه؟ نسائهم اللي متجوزينهم، لأن نساء كل قوم فيهم نبي، فالنبي بمثابة الأب لقومه، فكل نسائهم هم بناته، يعني قال لهم هؤلاء نسائي، زوجاتكم حلال عليكم، انتوا ليه جايين تطلبوا الرجال؟ هؤلاء نساء بناتي هن أطهر لكم، ويقصد ببناته هنا أي نسائهم وأزواجهم الحلائل لهم. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني تعروني، الخزي هو العار، تجلبوا إلي العار، هؤلاء أغراب عن المدينة وحيقولوا علينا إيه؟ ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم، ضيفي أليس منكم رجل، شوف ضيفية بالفتح كده الياء، ده قراءة المدنيان وإيه والبصري، ضيفية، ضيفية أليس منكم، ده قراءة المدنيان إيه والبصري، باقي القراء بتسكين الياء، ضيفي أليس منكم، كويس؟ أليس منكم رجل رشيد، يعني ما فيش واحد حكيم كده يقف معايا ويعقلكم؟ اتفضل يا سيدي، مين عليه الدور؟ يلا فوت النائم واقرأ انت، المتيقظ يقرأ والنائم سيبه، نوم الصائم عبادة. احنا المصريين يقول لك نوم الظالم عبادة، هي نوم الصائم عبادة. يلا يا سيدي. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا له بقى ببجاحة كده، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني ليس لنا فيهم شهوة، هذه معنى لنا إيه في بناتك من حق، يعني لا نشتهي النساء، وإنك لتعلم ما نريد، وانت عارف إيه الداء اللي احنا فيه، انت عارف احنا عايزين ايه، مجرمين يا اخي، بجاحة يعني، في كده بجاحة، الله يكون في عونه سيدنا لوط ده والله. يلا يا سيدي. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لو أن لي بكم قوة، يعني لو عندي أنا قوة وعزوة كنت منعتكم بالقوة بقى، أو آوي إلى ركن شديد، أو هنا بمعنى بل، يعني بل آوي إلى ركن شديد وهو ربي، يبقى أو هنا بمعنى إيه؟ بل، إيه؟ للإضراب، لأن الرسول الله قال إيه؟ رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يبقى عرفنا كده إن هو إيه؟ ركن إلى ربه. فهمت بقى؟ يبقى أو بمعنى إيه؟ بمعنى بل، بل آوي. منقطعة. يسموها الأو المنقطعة، مش أو اللي هي التي تدل على التخيير أو العطف. فهمت؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي، بل آوي، أنا بل أنا متوكل على الله بقى ومش هاممني، فهمت إزاي؟ ولو لوحدي هقف ضدكم كلكم، يبقى خدته إيه؟ قوة الإيمان والتوكل على الله، واجهها كل القرية لوحده، فهمت؟ أو آوي إلى ركن شديد. يلا. قالوا يا لوط
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما صادهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قالوا يا لوط إن رسل ربك أفصحوا عن حالهم بقى إن إحنا ملائكة مش بشر. يبقى زي ما قلت لك من امبارح إن كل الأنبياء إذا جاءهم الملائكة في صورة بشر ما يعرفوهمش. سيدنا إبراهيم لما جوله عمل لهم عجل، لو كان يعرف إنهم ملائكة ما كانش عمل لهم عجل، لأن الملائكة ما بتاكلش. يبقى ما عرفهمش إلا لما عرفوه نفسه. برضو سيدنا لوط لما جوله في صورة بشر ما عرفهمش وخاف عليهم، لو كان عارف انهم ملائكة ولا كان خاف عليه، فهم؟ لكن سيدنا رسول الله يجي له سيدنا جبريل في اي صورة يعرفوا انه جبريل على طول، دي خصوصية نبينا بقى، فهم؟ فهنا بقى افصحوا عن حالهم. قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك، اطمئن لن يستطيعوا ان هم ايه يخزوك او يعني ينسب إليك العار لأنك لم تدفع عنا. فأسر بأهلك يعني إيه؟ اطلع بالليل. يبقى أسر يعني إيه؟ يعني أخرج ليلا. فأسر بأهلك يعني أخرج ليلا، عشان كده نقول أسرى الإسراء. ليه؟ لأنه كان ليلا. فكل مسافر ليلا يسموه إيه؟ مسري أو يسري. يعني شو اسمه يسري؟ المسافر ليلا في ليل ايه؟ في ليل الدنيا، مسافر في ليل الدنيا الى نهار ايه؟ الايمان واليقين. فهمت؟ يبقى يسري معناه ايه؟ المسافر ليلا. هي اصلا ايه؟ ده فعل مضارع بس تحولت الى اسم عشان كده تبقى ممنوع من الصرف، مش كده برضو؟ لانه اسم على ايه؟ على وزن الفعل. ها؟ عدلة. انت ليه بتتكلم عربي بطريقة الخواجات؟ انتق العربي بطريقة العرب. ها؟ انت راجل لغة عربية اصلا، تخصص لغة. فحاول انك انت تخلي لكنتك في نطق اللغة العربية ايه؟ لكنة مصرية. فهمت؟ انما ساعات تقولك العربي تنطقه بلكنة اللي يسمعك كل عليك خواجة على طول. فهمت؟ يبقى عرفت بقى يسري يا سيدي يعني ايه؟ يعني ده اسم، ده فعل مضارع لكن صارت اسما، تبقى ممنوعه من الصرف لان عدل بها من الفعليه الى الاسم. فهم؟ ومنها اسرى. ما هي ما هو خد بالك احنا ليه العرب خلوا السفر ليلا من جنس اليسر؟ لان السفر ليلا مخوف، فجابوه بكلمه فيها يسر تفاؤلا. تملي العرب كده، حتى لما واحد يمرض ما يقولوش عليه مريض، يقولوا سليم، من باب التفاؤل. فهمت ازاي؟ فالعربي حتى لحد دلوقتي اهل الارياف في مصر لما يبقى ابوه عيان يقول لك ايه؟ ابويا بعافيه شويه. بعافيه يعني بمرض، يعني جايبه بالعكس. ليه؟ من باب ايه؟ من باب التفاؤل. فبرضه ايه؟ يسري دي جايه من ايه؟ من اليسر. لكن هي ليه جابوا السفر ليلا جاي من اليسر؟ لان السفر ليلا صعب، ضلمه، يوم يجيب له لفظ يوحي باليسر من باب التفاؤل. الصحراء المهلكه يسموها مفازه، صح؟ وهي مهلكه. ايه المفازه؟ ايه الفوز فيها دي؟ ماشي في صحراء لا ميه ولا بتاع وشمس، يعني اللي يمشي فيها كانه هيموت، صح ولا لا؟ اللي بيتوه في الصحراء بيموت. لكن العرب يسموها ايه؟ مفازه، من باب ايه؟ انك هتفوزها يعني هتعديها يعني. يبقى ايه؟ دي طريقه العرب، يسموا الاشياء التي تكون كئيبه يسموها بالفاظ فيها تفاؤل. فهمت يا سي؟ زي ليه بنسمي فاطمه؟ تبقى لسه مولوده هتفطم، هي اللي بتتولد دي بتفطم، ده اللي بتفطم دي بترضع، تبقى عيله صغيره بتوقع اسمها فاطمه.
تفاؤلا انها تكبر وتتزوج وتنجب وترضع وتفطر. فهمت ازاي؟ يبقى ايه ده؟ سيدنا الرسول الله سمى بنته فاطمه ليه بقى؟ تفاؤلا، تفاؤلا ان ربنا يطول عمرها حتى تتزوج وتنجب وترضع وتفطم ويبقى عندها اولاد، حاجه كده. شفت بقى طريقه العرب الحلوه في ايه؟ لغتهم الجميله. يبقى اسري باهلك، ومنها الاسراء والمعراج لانه تم ليلا. سبحان الذي اسرى بعبده، يعني ليلا، مش كده برضه؟ يبقى فاسري باهلك ايه؟ بقطع من الليل، يعني في جزء من الليل. ولا يلتفت منكم احد، يعني عذاب ينول اللي يبص عليه. تصور بقى حاجه غريبه، يعني اللي يتلفت كده هينوله العذاب. فقال له ولا يلتفت منكم احد، العذاب يبقى شغال وراك ولا انت، اوعى تبص، اللي يلتفت هياخده. زوجته ما كانتش تعرف التنبيه ده، التفتت فخدها العذاب وراحت في داهيه لان هي كانت تستحق هذا. ولا يلتفت منكم احد الا امراتك، بسبب جاليه هتلتفت. وقراءه المكي والبصري الا امراتك، الا امراتك بايه؟ بالرفع هكذا. انه مصيبها ما اصابهم، ان موعدهم الصبح، لان موعد العذاب بتاعهم الصبح. اليس الصبح بقريب؟ سيدنا جبريل بطرف جناحه رفع القرية بتاعتهم وقلبها المؤتفكة، اللي هي ايه اسمها؟ عين زغر. عين زغر، عين زغر دي كانت قرى لوط، سدوم، بقت عين بعد كده من كتر ما هي محفورة اتجمع فيها المية. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يلا يا سيدي. ايوه، فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني قلبناها. عشان كده قال المؤتفكة اهوى، المؤتفكة المقلوبة، يعني على جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل. واللي بعيد من القرية بعجاته حجارة ايه؟ سجيل، قالوا جهنم او عذاب، يعني اسم للعذاب او للنار. من سجيل منضود، منضود يعني ايه؟ يعني متراكب، مت ايه؟ من يعني ايه؟ كانه طلقات وراء بعضها، ادي معناها ايه منضود، يعني ايه؟ يعني مركب بعضه فوق بعض. قراءة في المصاحف المدني الآية تنتهي عند سجيل، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، كده نهاية الآية تبقى 81. بعد كده منضود مسومة عند ربك، تبقى الآية اللي بعدها كده منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فهمت؟ يلا يا سيدي اقرأ الآية اللي بعدها. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة يعني معلمة، عليها اسم كل واحد هتصيبه. شفت؟ يعني الحجر ينزل عارف هو هيصيب مين، عليه اسم صاحبه. يبقى مسومة يعني ايه؟ معلمة. فهمت ازاي؟ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني ما تسيبش واحد. لدرجة بيحكوا بيقول لك واحد من قوم لوط كان قريب من الحرم، فضلت الحجر معلقة لحد ما طلع من الحرم ضربه مستنيه. كل دي يعني حكاوي بتتقال، لكنها الله أعلم دي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. وغفر عن ذكري الغافلون.